حظوظنا وابراجنا وتوقعات الفلك مع مدام نجلة قباني. صباح الخير. صباحك خير. صباح الخير. صباح الخير يا رنا. صباح الخير للجميع. تضلوا دائما بخير ودائما ايامكم سعيده وايامكم فيها هيك خيرات يا رب العالمين. طبعا اليوم 23 ايلول، يعني 23/9. كواكبنا ما زالت في اماكنها، ما زال المشتري متقدما في برج القوس الى جانب المريخ في برج العذراء. هلا هالكوكبين بيعملوا بعض المتاعب للعذراء، للحوت، للقوس وللجوزاء، على الاقل شوي صحيا، بينما في شيء بلش يريح مثل الامور العائليه، الامور الماليه العمليه لمولود الجوزاء، لمولود الدلو، لمولود الميزان بوجود الزهره وعطارد، مولود سرطان والأسد كمان بوجود الزهرة وعطارد في برج الميزان، طبعاً حتى العزلاء. ما زال زحل طبعاً متقدماً في برج الجدي. رسائلكم أكيد على 18/45 من أي موبايل داخل سوريا، وأول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل اللي بالغالب اليوم عنده لسه نوع من أنواع القلق. صار لي يومين ومبسوط، عم تطلع عنده أشياء عم تعمل له مضايقات، يمكن أشياء كتير صغيرة، يمكن فرص ما أنا بمكانة، ما أنا بأوانة، يمكن قصص عم تتأجل عم تتأخر. هو هاي الفترات مولود برج الحمل بين مبارح واليوم عنده نوع من أنواع المشاعر السلبية والمشاكل الصغيرة. طبعا أصلا وجود الزهرة وعطارد في برج الميزان عم يعمل بعض المشاكل لمولود الجدي ومولود برج الحمل، لذلك هاي الفترات بدها الحكاية رواق بالنسبة لهالبرجين، خاصة لما بيجي موقع القمر مانو كتير مريح مثل اليوم مثلا لبرج الحمل. اليوم لا تشترط شروط تعجيزية كما أنت بالعادة. مولود برج الثور اليوم للحركة، للنشاط، لمواضيع العلاقة بعائلة، بأسرة، تغيير عادات، تغيير سلوكيات، ما بعرف، في محبة، في دعم، يمكن مناسبات حتى. أنت متفائل مولود برج الثور، لاحظت أنه الأسبوع الماضي كان كله يعتبر الأسبوع الأفضل، والفترات يعني بيجي يوم يومين للتعب أكيد مثل بكرة وبعد بكرة على فكرة مولود برج الثور، بس بالمجمل لا، الأمور بالنسبة له مفرحة وإيجابية. عزيزنا مولود برج الجوزاء بالغالب هاي الفترات لتغيير شيء بسلوكك المالي كمان، يعني عم تقبض، عم تدفع، عم بتنظم، عم تعمل شيء ممكن يكون جيد، عم تصرف أكثر من دخلك كعادتك دائما، سواء جيبك فاضي ولا مليان أنت صرفك دائما أكثر مما يجب، بس هاي الفترات تمتلك طاقة إيجابية فما تخليها تترجم صرف، أنا قصدي لأنه وارد يكون في أعطال أو قصص عائلية شوي مضايقتك. مولود برج السرطان اليوم الأمور العلاقة بمجالات جديدة ممكن تخوضها أو تصل بتفاهم مع شريك عاطفي، يمكن محبة، يمكن دعم، يمكن قصص العلاقة بأنه هاي الأيام على فكرة الأسبوع القادم ممكن يضل بذاكرتك فترة طويلة، لأنه ممكن في شيء يحصل فيه باتجاه الأفضل، الأمور عم تتحسن والحظوظ مؤازرة بالنسبة لك. هلا في شيء عاطفي شوي مضايقك، قد يكون بداية جديدة، يعني مولود برج السرطان أي بداية جديدة بالنسبة له بتعمل له مضايقات عكس الناس، لأنه أولاً هو حدا يعتاد، يعني بس اعتاد على قصة صعب يغيرها. ثانياً البداية الجديدة دائماً بتعمل له قلق أو خوف من أنه مثلاً ما تكمل، من أنه ما تزبط، من أنه يطلع عراقيل، لذلك أنا بقول لا، القصص إيجابية بالنسبة لك. مولود برج الأسد هو اللي مكسل ودايق خلقه، نفسه يرتاح، نفسه ينام، نفسه يبعد عن كل الناس، ما له خلق ياخد ويعطي مع حدا، في شيء براسه مشوش بهاي الأيام. هي أخبار مانا كتير مريحة، هي أشياء مانا كتير مريحة، يعني مثل اللي بباله هيك شيء 17 قصة عم تدخل ببعض وما عم بيلاقي حلول ولا وحدة فيهم، مع أنه بظن الحكاية هي تبعت الصمت أفضل، نفسه يهدى. وأكيد أكيد أنا بقول مولود برج الأسد يحتاج هاي اليومين ليقعد مع حاله، لينام كتير، ليرتاح كتير، ليفكر كتير أكتر ما أنه يسمع عموما، يعني هاي الفترات حتى السمع صاير عم بيضايق له أذنه. مولود برج الأسد مولود برج العذراء يوم للاجتماعيات بامتياز، ولاحظ أنه عندك جاذبية، إشراق، علاقات إيجابية، اتصالات، محبة، تعارف، يمكن علاقات مع الآخرين، عم تستقبل ضيوف، عم تودع ضيوف، عم تستقبل ضيوف من سفر، عم يحكوا معك ناس أنت بتحبهم، وربما تدعى إلى حفلات، ويمكن في حلول على كل الأحوال بهاي الفترات.
المتعب حقيقة هو مولود برج الميزان. اللي أنا كنت اليوم عم أقول مولود برج الميزان يمتلك ذاكرة السمكة، هدول جماعة الناس اللي ما عندهم ذاكرة، يعني بس يجوا يومين للتعب لمولود برج الميزان دغري بيحسوا أنه يا الله قدي متعب أنا، يعني بينسوا اليومين السابقين اللي كانوا مناح. عموماً بقى هاليومين فعلياً إن اللي مولود برج الميزان قابل للقصص، للشجارات، للتعب، للأخذ والعطاء مع الناس اللي حواليك، في شيء بدك إياه وحاسه أنه ما عم يزبط. وما تخلي التوتر مولود برج الميزان يتراكم لحتى يوصل لأنك تعلي صوتك أو تعصب أو تعلي نبرة أو تجرح الناس اللي حواليك بكلمة ممكن تكون مضايقتك أو تضايقهم. هلا أنا بقول إنه مولود برج الميزان من أكثر الأبراج لطفاً وسلاسة ويكره الضغط والأوامر، بيحب يشتغل على راحته وعلى كيفه، يعني أما إنه حدا يضغطه أو يأمره فهي قصة هو ما بس ما بيحبها، هي بتجرحه من جوا بتجرحه. مولود برج العقرب اليوم الأمور جيدة، الناس عم تناقشك بأصغر الأمور وأنت كمان عم تناقش الآخرين، عندك دعم من محيطك، يمكن هدايا، يمكن اتصالات، لقاءات، عروض جديدة، قصص العلاقة بشجاعة بالطرح على كلين. اليوم الأوساط مشجعة مولود برج العقرب وعم بتسيطر على أوضاعك جيدا. مولود برج القوس كمان الأمور بالنسبة لك جيدة وقد تعرف نجاح بعد نزاع أو تنتصر في قضايا تهمك، أو يمكن في ناس عم تحتاج تشجيعك نصائحك وقد يسهل لك أصدقائك الحلول. الأمور بالنسبة لك جيدة خاصة لأنه اليوم ممكن تدفع مثلاً أقساط متأخرة، ممكن عم تعطي غيرك حقوق، هاي القصة إيجابية. عموماً مولود برج الجدي الحقيقة اليوم في عراقيل أو صدامات، وبين مبارح واليوم شوي معصب أو متضايق أو عابس بوشنا، يعني كأنه في حواليه نوع من أنواع المعارك اللي مانا واضحة، يعني مانا وش لوش عموماً. وممكن يكون أنه شيء قصة عائلية على كل بحق الأقرباء أو الأصدقاء. اليوم بدنا الحكاية لمولود برج الجدي إعادة النظر بحساباته وبشؤونه الخاصة. بالمجمل هو مثل ما قلنا وجود الزهرة وعطارد بمكان غير مناسب عم بيخلي الأمور مو كتير الأريح على كل، كمان والشمس إذا بتكون يعني كمان في برج الميزان. مولود برج الدلو اليوم عنده شغل كتير ومو فاضي يحك راسه يعني ورا بعض القصص بالنسبة له، فهي مبكير من تفتيحة عينه عم بيحاول يعمل إنجاز لبعض الأعمال المتراكمة. اليوم ما تحمل نفسك مسؤوليات إضافية مولود برج الدلو، إذا بتقدر يعني قدر إمكانك تطلب مساعدات معاونات، وانتبه شوي صغيرة من أمور صحية عابرة، يعني ما عندك شيء صحي سيء بس من شغلك الكتير ممكن يكون شيء له علاقة بلوزات، ممكن شيء له علاقة بوجع راس، ممكن نوع من أنواع الضغط إذا عندك قصص ضغط. لا تنسى الحبة مثلا، حبة الضغط. عزيزنا مولود برج الحوت اليوم في عندك قصص إيجابية وهي ستكون مصدر سعادة. أحياناً مدح من مدراءنا بالعمل، نقاش ممكن يكون مجدي، كلمة حلوة بنسمعها ممكن تخلق لنا نوع من أنواع السعادة. واليوم فعلياً مواليد برج الحوت عم يتحرروا من بعض القيود وقادر أنه يقرع الغير بأفكاره، واليوم يوم جيد عموماً بالنسبة له. خليني عايد مولود اليوم مولود 23 وأتمنى له السعادة، صاحب رأس صعب وقلب طيب. هاي القصة كتير انتبهوا لها، على فكرة هي موجودة عند كل مواليد برج الميزان، بيفرجوكم قديه هن سلسين ولطفة ولبيقين، لكن هن بالنتيجة ما بيعملوا غير اللي براسهم، وإذا عاندوا حتى ما بيعودوا بيقبلوا نقاشات. وقلبه طيب جدا طبعا، هو من الأشخاص اللي إذا بتبكوله أو بتطلبوا منه طلب دغري يتبرع يعني للإنجاز. عموما تركيز بيوصله للنجاح، مشكلته دائما إنه معنوياته بين الهبوط والصعود، يعني فجأة بتلاقوه ما في أحلى منه مبتسم ولبق، وأحيانا فجأة بيقلب وشه وما بتعرفوا ليش ولا بيكون في سبب. على كل محب للأعمال الخيرية، لبق حذر عموما، قريب من الناس، همه إنه يكون محبوب يساعدهم، صاحب مواقف معلنة، ما نوع من الأشخاص اللي بيكذبوا، يميل إلى الأعمال الفنية. سنة لمصالحات، لقاءات، أفراح بالمتبقي منها طبعا، غالبا ممكن يكون في سفر أو تغيير بالعمل. بالمجمل الأمور بالنسبة لك جيدة مولود برج الميزان. خليني جاوب على رسائلكم على 18 45. رنا بنت أمالي، سيد أوقاتك يا رنا، كمان من مواليد برج الميزان
وعلى فكرة أنت تنطبق عليك هاي القصة بشكل جذري يا رنا، يعني حكاية أنه بين الصعود والهبوط بس الحظوظ مساعدة إليك بالمتبقي من العام. ريم عم تسألني مع زوجها وسام، علاقة جيدة يا ريم، بس المشكلة أنه بيناتكم عناد مشترك وثقة بالنفس، يعني لا أنت بتقبل اللي عم بيقوله ولا هو بيقبل اللي أنت عم تقوليه، وهي القصة اللي أحيانا ممكن تكون مزعجة بالنسبة لعلاقتكم، بس هي إحدى العلاقات الدائمة وداخلين على سنة تاخذ العقل. إن شاء الله كلنا تكون السنة بالنسبة لنا القادمة أفضل من اللي راحت إن شاء الله يا رب. يسعد صباح الجمال. هلأ نحن مضمونين.